الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري لسابق عهده. مدبولي يؤكد مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار العالمي. رغم التحذيرات الصينية، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بوليسي تصل تايوان والخارجية الصينية تستنكر. السادسة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة خطة الدولة المصرية للنهوض بصناعة الغزل والنسيج بهدف استعادة القطن المصري سابق عهده. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي اطلع على مستجدات إنشاء أكبر مصنع للغزل في العالم بمدينة المحلة، والذي سيتم افتتاحه خلال العام القادم، ويضم أحدث معدات وآلات في هذا المجال بالاستعانة بخبرة كبرى الشركات العالمية. كما تطرق الاجتماع إلى متابعة استراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تطوير تسويق منتجات قطاع الغزل والنسيج على أعلى مستوى من خلال تأسيس شركة مصرية لأعمال التسويق. كما اطلع الرئيس السيسي خلال الاجتماع على عينات المنسوجات القطنية الفاخرة المنتجة حديثا من القطن المصري العالمي، والتي تسوقها الشركة المصرية للأقطان إيجيبشن كوتون. وفي اجتماع آخر تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي لتطوير البنية الأساسية والمنشآت الرياضية على مستوى الجمهورية. كما تطرق الاجتماع إلى تعظيم إمكانات مصر التنظيمية لاستضافة البطولات العالمية. ووجه الرئيس السيسي بأن تتكامل مدينة مصر للألعاب الأولمبية مع المكونات والصروح الرياضية والثقافية الأخرى، مثل مدينة الخيول العالمية مرابط ومدينة الفنون والثقافة، وذلك لتكوين نهج ونسق رياضي وثقافي شامل يتناغم مع البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار لجذب رؤوس الأموال العالمية وتنفيذ مشروعات كبرى في مختلف القطاعات على النحو الذي يعزز الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال اللقاء مدبولي بالرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لمتابعة عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها وجهود الهيئة للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر. وأشار عبد الوهاب إلى الزيارة التي قام بها مؤخرا إلى دولة قطر للترويج للفرص الاستثمارية في مصر. كما استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نتائج كل من الاجتماعات التي عقدها مع سفير دولة المكسيك بالقاهرة واجتماعات اللجنة المصرية اليابانية للترويج للاستثمار. ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماع لجنة الوزارية الاقتصادية بمقر الحكومة بمدينة العالمين الجديدة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين. وشهد الاجتماع استعراض مستجدات الموقف الاقتصادي والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل مواجهة التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية. وفي هذا السياق تمت الإشادة بحزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة التي وجه بها الرئيس السيسي من أجل تخفيف الأعباء عن الأسر الأكثر احتياجا. كما تطرق الاجتماع إلى موقف المخزون السلعي الآمن لدى مصر من كافة السلع الاستراتيجية والإجراءات التي تقوم بها الحكومة والبنك المركزي لتوفير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد البترولية. كما تطرق الاجتماع إلى موقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر باعتبار السياحة رافدا مهما من روافد النقد الأجنبي. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في توفير الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين ورفع المعاناة عن المرضى وذويهم، و
وتوفير كل سبل الدعم الممكنة لهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية الصحية الشاملة واللائقة للمواطنين. جاء ذلك خلال استعراض مدبولي جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء خلال شهر يوليو الماضي. وجاء في التقرير أنه تمت الاستجابة خلال الفترة المشار إليها لنحو 476 حالة، شملت صدور 152 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة للفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن إجراء 114 عملية جراحية وإصدار 19 قرارا خاصا بإجراء عمليات زراعة النخاع. كما تم توفير الأدوية ل 25 استغاثة مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ل 35 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة. أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم الإطارية لتغير المناخ، أكد أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع في مجال مواجهة تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة. وأشار وزير الخارجية خلال كلمته أمام مائدة مستديرة بعنوان المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات المناخ إلى التحديات الدولية الجارية والتي تتطلب تحركا جماعيا يدعم الأجندة الدولية في مجال تغير المناخ، وتعد المائدة المستديرة التي نظمتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واحدة من 5 موائد إقليمية تحضيرية في هذا الإطار، وتمت بالتنسيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديس أبابا، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ. نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها اليونانية تدريبا بحريا عابرا بنطاق الأسطول الشمالي في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة للارتقاء بمستوى التدريب وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة. تضمن التدريب تنفيذ مجموعة من الأنشطة المختلفة التي ركزت على التدريب على تبادل الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحرية المشترك، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري بغرض مجابهة التهديدات الخاصة بتدفق التجارة العالمية وحرية الملاحة البحرية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك، والتدريب على أسلوب الحماية المشتركة لهدف حيوي بالبحر، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات الإبحار وتمارين المواصلات. ويسهم التدريب في تبادل الخبرات المشتركة مع قوات البحرية اليونانية والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، بما يسهم بشكل فعال في حفظ الأمن والاستقرار البحري بالمنطقة. يستعد فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي وفريق النجوم الفضية وطائرات الهيل غازيل المصرية لتنفيذ العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022 فوق سفح الأهرامات غدا. العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022، عرض جوي فوق سفح الأهرامات بمشاركة فريق النسور السوداء الكوري الجنوبي مع فريق النجوم الفضية المصري وفريق طائرات الهيل غازيل المصري. ينفذ في 3 أغسطس 2022. العرض الجوي بيراميدز إير شو 2022، علاقات وطيدة بين مصر وكوريا الجنوبية. وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة من ضبط 447 قضية تموينية بمضبوطات تقدر ب 92 طن مواد غذائية خلال 24 ساعة. وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 20 طنا، وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي تم ضبط 71 طنا. أما في مجال قضايا المخابز فقد تم ضبط 712 قضية، من بينها 195 قضية خبز ناقص الوزن و 177 قضية خبز غير مطابق للمواصفات. أما في مجال مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح فتم ضبط 20 قضية بمضبوطات بلغت 117 طن أقماح.
استقبلت أكاديمية الشرطة وفدا من جامعة بيبردين الأمريكية اطلعوا خلالها على مرافقها ومنشآتها وكياناتها التعليمية المختلفة ودورها في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. من جهتهم أشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من منظومة تدريبية وتعليمية أمنية متميزة. في إطار حرص المؤسسات العلمية والأكاديميات الدولية على التعاون مع أكاديمية الشرطة للاطلاع على دورها الرائد في إعداد الكوادر الأمنية، استقبلت الأكاديمية وفداً من طلبة الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس بجامعة بيبردين الأمريكية خلال تواجدهم بالبلاد في رحلة سياحية للتعرف على النظام الدراسي بالأكاديمية وقدراتها العلمية والبحثية والتدريبية وفي المقدمة منها حقوق الإنسان. جولة تفقدية لكيانات أكاديمية قام بها الوفد شملت مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة، تعرفوا على إمكاناته اللوجستية ودور المركز في إعداد وتأهيل الكوادر الأمنية من الدول العربية والأفريقية ودول الكومنولث. To my knowledge and understanding, it's very successful and powerful academy. I'm particularly impressed by the intersection of practice and scholarship and theory, which it seems like here at the Police Academy are all integrated to just create the best training programs and the best vision for the future. وتوجه الوفد إلى مقر كلية الدراسات العليا للتعرف على كيفية إعداد الكوادر العلمية، وقد شاهدوا عرضاً يتضمن جهود الكلية في مجال تعزيز حقوق الإنسان بين أوساط الضباط الراغبين في استكمال دراستهم العليا. The way human rights, individual rights are part of the curriculum is totally praiseworthy. They especially appreciate the emphasis on human rights. It's wonderful to see the emphasis on human rights with citizens that's taking place here in Egypt. انتقلت الزيارة عقب ذلك إلى المركز الدولي للتدريب على عمليات حفظ السلام، والذي يطلع بإعداد الكوادر الأمنية الوطنية والأجنبية للمشاركة في بعثات حفظ السلام الأممية. I am grateful to learn about the Police Academy's efforts in international cooperation, from their humanitarian efforts to their partnerships with the various African nations as well as the Commonwealth nation. The Police Academy here in Egypt is absolutely exemplary about what can be done in a country with law enforcement. الزيارة شملت كلية الشرطة، تعرف خلالها الوفد على دورها في إعداد خريج شرطة عصري مسلح بالعلم والمعرفة في إطار من الالتزام بالقيم الإنسانية والأخلاقية واحترام القانون وحقوق الإنسان. It's been really impressive to see the organization and what the whole police program is doing here. I would like to thank the amazing hospitality and graciousness by the Egyptians in this country. واستكمل الوفد زيارته للأكاديمية بمشاهدة بعض التدريبات الخاصة بطلبة كلية الشرطة والبرامج التدريبية المتنوعة داخل الميادين التدريبية المتطورة بالأكاديمية والتي تحاكي البيئات الطبيعية عند تنفيذ المهام. To provide the experience to broaden my perspective, expand my viewpoint, and see the way different cultures and collaborations foster together. So in my position as enrollment officer, I think it is key to see the partnerships that are going on, and so I've had the opportunity to see that today. شملت الجولة مشاهدة لعروض الخيالة والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة. Well, I could go on and on and on. Today was absolutely magnificent. I don't know which experience was the best. All of it was intriguing. All of it was done in a spirit of excellence. جهود أكاديمية الشرطة في سبيل إعداد كوادر أمنية مؤهلة لأداء الرسالة الأمنية مستقبلاً يراها العالم من خلال إتاحة الفرصة للمجتمعين المحلي والدولي ليشاهدوا إمكاناتها المتطورة في هذا المجال.
هكذا تحرص أكاديمية الشرطة على استقبال الوفود المحلية والأجنبية للاطلاع على مرافقها ومنشآتها المتطورة والمستخدمة في إعداد الكوادر الأمنية على المستويين المحلي والدولي. فأكاديمية الشرطة صرح تعليمي وتدريبي متطور متفرد بين مسيلاتها على مستوى العالم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وصلت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان ضمن جولتها الآسيوية. تأتي زيارة بيلوسي على الرغم من التحذيرات الصينية من الزيارات الرسمية الأمريكية إلى تايوان، والتي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها بكين امتدادا للأراضي الصينية. وتعهدت بيلوسي فور وصولها مطار العاصمة تايبي باستمرار دعم بلادها لتايوان أكثر من أي وقت مضى. أصدرت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي وأعضاء وفد من الكونغرس المرافق لها بيانا لدى وصولهم إلى تايوان، وأشار البيان إلى أن هذه الزيارة هي أول زيارة رسمية إلى تايوان من قبل رئيس مجلس النواب الأمريكي منذ 25 عاما. كما شددت بيلوسي على أن زيارة وفد الكونغرس إلى تايوان تكرس التزام الولايات المتحدة الثابت بدعم تايوان. كذلك لفت البيان إلى أن الزيارة تأتي ضمن جولة آسيوية ركزت على الأمن المتبادل والشراكة الاقتصادية. وفي تعقيب لها على وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى تايوان، أدانت الخارجية الصينية ما اعتبرته خيانة أمريكية متعمدة لمبدأ الصين واحدة. وأضافت الخارجية الصينية أن الولايات المتحدة باتت أكبر تهديد للسلام في العالم، كما شددت على أن بكين لن ترضخ أبدا لمثل هذه التحركات الأمريكية في تايوان، محذرة من تداعيات هذه الأحداث على الولايات المتحدة. وبالتزامن مع وصول رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، أعلن التلفزيون الرسمي الصيني أن مقاتلة صينية عبرت مضيق تايوان. وأفاد التلفزيون الصيني أن المقاتلات الصينية سو 35 عبرت مضيق تايوان دون كشف عن تفاصيل أخرى. ومن ناحية أخرى، أعلنت السلطات الصينية إغلاق المجال الجوي للطائرات المدنية في مضيق تايوان، محذرة من أن الطائرات التي ستنتهك حظر الطيران في مجال تايوان الجوي قد يتم إسقاطها. أعلنت وزارة الدفاع الصينية عن تنفيذ مناورات عسكرية تشمل تدريبات بالذخيرة الحية في 6 مناطق محيطة بجزيرة تايوان. وأكدت وزارة الدفاع الصينية أن الجيش الصيني في حالة تأهب قصوى، وسيبدأ عمليات عسكرية محددة ردا على زيارة بيلوسي إلى تايوان. أعلنت الصين حظر دخول أي سفن أثناء تدريبات عسكرية تجريها في منطقة بحر الصين الجنوبي، وتجرى التدريبات خلال الفترة من 2 إلى 6 من الشهر الحالي. ويأتي قرار الحظر قبل زيارة المحتملة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان. نشرت البحرية الأمريكية 4 سفن حربية بينها حاملة طائرات في المياه شرقي جزيرة تايوان. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول من البحرية الأمريكية قوله إن عمليات انتشار السفن اعتيادية، مشددا على قدرة البحرية الأمريكية على التعامل مع أي احتمال. وأضاف المسؤول الأمريكي أن حاملة الطائرات رونالد ريغان عبرت بحر الصين الجنوبي. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستزود كييف بذخائر مدفعية وأنظمة صاروخية متنوعة في إطار حزمة مساعدات عسكرية جديدة بقيمة 550 مليون دولار. وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أنه سيتم إمداد أوكرانيا بذخائر إضافية لرجمات الصواريخ المتطورة هيمارس
بالإضافة إلى قذائف لأنظمة المدفعية التي تم نقلها بالفعل إلى أوكرانيا. أكد المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده تواصل إرسال أحدث أنواع الأسلحة إلى أوكرانيا. وشدد شولتز على أن بعض الأسلحة التي تقدم إلى كييف حديثة جدا ولم يتم استخدامها بعد في الجيش الألماني، مضيفا أن ألمانيا انتقلت لتسليح أوكرانيا لأنظمة سلاح أكثر تعقيدا وتكلفة مثل مدافع هاوتزر وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وأنظمة مضادة للطائرات. وأشارت شولتز إلى أن بعض هذه الأنظمة تم إنتاجها بكمية صغيرة. نفت روسيا بشكل قاطع اتهامات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للجيش الروسي بجعل محطة زابوريجيا للطاقة النووية جنوب أوكرانيا قاعدة عسكرية. وقال الوفد الروسي المشارك في مؤتمر دول معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، قال إن موسكو ترفض هذه الاتهامات جملة وتفصيلا. وأوضح الوفد أنه لا توجد قوات عسكرية في محطة زابوروجيا، إنما هناك عدد محدود من العسكريين لضمان سلامة المحطة. قال متحدث عسكري أوكراني إن 3 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون في إقليم خرسون بجنوب البلاد، في حين تنفي روسيا استهداف مدنيين. وأوضح المتحدث أن مصرع هؤلاء الأشخاص جاء عندما أطلقت أقوات روسية قذائف هاون أصابت حافلة كانت تحمل النازحين في إقليم خرسون بجنوب البلاد. وأعلن المتحدث العسكري الأوكراني أن الحافلة تعرضت لقصف بقذائف الهاون بالقرب من قرية دوفوف. أعلنت روسيا شن ضربات مميتة على القوات الأوكرانية في منطقتي ميكولايف بجنوب البلاد في شرقها وخاركيف. وأشارت وزارة الدفاع إلى أنها دمرت 7 مستودعات ذخيرة في شرق البلاد وجنوبها بما يشمل منطقة زابوريجيا. في المقابل قالت أوكرانيا إن لديها أدلة على أن موسكو تعيد نشر قواتها للدفاع عن الأراضي التي استولت عليها، وذلك في وقت كثفت فيه كييف تحركاتها لاسترداد المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب. أعلنت روسيا أنها قدمت إلى الأمم المتحدة معلومات حول استخدام الجيش الأوكراني لألغام لبستك المحظورة دوليا. وأوضح نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي أن موسكو بعثت برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مجلس الأمن الدولي بمعلومات إضافية حول قيام أوكرانيا بتفخيخ منشآت مدنية في دونباس بألغام ليبستيك، مضيفا أنه تم تقديم أدلة تثبت ذلك. وتقول روسيا إن أوكرانيا صادقت عام 2005 على اتفاقية أوتاوا التي تحظر استخدام وتخزين وإنتاج الألغام المضادة للأفراد، وبالتالي تنتهك سلطات كييف التزاماتها الدولية. حذر وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف من أن صادرات بلاده من الحبوب قد تحتاج شهور حتى تصل إلى مستويات ما قبل نشوب الأزمة مع روسيا. وأوضح كوبراكوف أن عددا قليلا فقط من السفن سيغادر منطقة أوديسا الأوكرانية في الأسبوعين المقبلين، وأن الأمر سيستغرق شهورا قبل عودة مستويات الصادرات إلى سابق عهدها، ومن ثم معالجة أزمة الغذاء العالمية. أكدت وزارة الزراعة الأوكرانية وجود 17 سفينة محملة بالحبوب جاهزة من الناحية الفنية لمغادرة الموانئ الأوكرانية. وأوضحت الوزارة أن السفن بمواني أوكرانيا المطلة على البحر الأسود وعلى متنها ما يقرب من 600,000 طن من البضائع، ومن بينها 16 سفينة تحمل حبوبا أوكرانية بحمولة إجمالية تبلغ نحو 580,000 طن. وتوقفت شحنات أوكرانيا عبر البحر الأسود منذ فبراير الماضي بالتزامن مع انطلاق العملية العسكرية الروسية، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار العالمية للحبوب وزيوت الطعام والوقود والأسمدة، في حين نفت موسكو مسؤوليتها عن أزمة الغذاء.
توقع مسؤولون بمركز التنسيق المعني بمراقبة اتفاق صادرات الحبوب الأوكرانية مغادرة سفينة حبوب واحدة يوميا من الموانئ الأوكرانية تنفيذا للاتفاق. يأتي ذلك عقب مغادرة السفينة الأولى رازوني والتي تحمل 26 ألف طن من الذرة من الموانئ الأوكرانية في طريقها للبنان وسط ترحيب روسي وأوكراني ودولي. وسط ترحيب عالمي استأنفت أوكرانيا تصدير الحبوب للمرة الأولى منذ بداية العملية العسكرية الروسية مع إبحار أول سفينة من ميناء أوديسا في مواجهة أزمة الغذاء العالمية. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رحب بمغادرة السفينة معربا عن أمله في أن يحقق استئناف الصادرات الاستقرار والمساعدات الضرورية للأمن الغذائي العالمي. الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلنطي رحب أيضا بإبحار سفينة الحبوب الأوكرانية داعين إلى التنفيذ الكامل لاتفاق استئناف تصدير الحبوب والذي ترعاه الأمم المتحدة. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بدوره اعتبر الأمر مبكرا جدا، كما أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات أو التنبؤ بأحداث أخرى تخص مبادرة تصدير الحبوب، مشيرا إلى أن 16 سفينة محملة بالحبوب تنتظر دورها لمغادرة الموانئ الأوكرانية في محاولة لوقف أزمة الغذاء العالمية. موسكو من جانبها اعتبرت إبحار أول سفينة أمرا إيجابيا جدا، وقال المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف إنها فرصة جيدة لاختبار فعالية الآليات التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الأوكراني. في المقابل وقعت موسكو اتفاقية مماثلة تضمن تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة على الرغم من العقوبات الغربية، ومن المتوقع أن تساعد هاتان الاتفاقيتان في التخفيف من أزمة الغذاء العالمية التي أسهم فيها ارتفاع الأسعار في بعض دول العالم بسبب تعطيل أنشطة الموانئ الأوكرانية. قال وزراء خارجية دول مجموعة السبع إن المجموعة تدرس جميع الخيارات الممكنة لمنع روسيا من الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة. وأضاف الوزراء في بيان أصدرته بريطانيا أنهم يدرسون فرض حظر شامل على جميع الخدمات التي تمكن من نقل النفط الخام الروسي بحرا والمنتجات البترولية على مستوى العالم ما لم يتم شراء النفط بسعر يتم الاتفاق عليه بالتشاور مع الشركاء الدوليين أو بأقل منه. وتسارع الدول الأعضاء إلى إيجاد طرق لسد النقص في الطاقة والتصدي لارتفاع الأسعار مع الالتزام بتعهداتها المناخية وسط مواجهة مع روسيا بعد الأزمة الأوكرانية. أعلنت مجموعة ألمانية مختصة بإحصاءات الصناعة أن استهلاك الطاقة في ألمانيا هبط 3.5% على أساس سنوي في النصف الأول من 2022. وأرجعت المجموعة خفض الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا بسبب تباطؤ الاقتصاد وارتفاع الأسعار واعتدال الأحوال الجوية. وكان صندوق النقد الدولي قد خفض توقعاته للنمو الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا في عام 2022 إلى 1.2% من 2.1% في إبريل. تباطأ نشاط المصانع في الولايات المتحدة بوتيرة أقل من المتوقع في يوليو وسط علامات على انحسار في اختناقات سلاسل التوريد، وهبط مؤشر قياس الأسعار التي تدفعها المصانع للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين، مما يشير إلى أن التضخم ربما وصل إلى الذروة. مؤشر التضخم في الأسواق الأمريكية يبدو أنه بلغ ذروته مع تباطؤ نشاط المصانع بوتيرة متواضعة في يوليو الماضي. في الوقت نفسه هبط مؤشر الأسعار التي تدفعها المصانع الأمريكية للمدخلات إلى أدنى مستوى في عامين وسط علامات على انحسار في اختناقات سلاسل التوريد العالمية. معهد إدارة المعروض بالولايات المتحدة أوضح أن مؤشره لنشاط المصانع في أكبر اقتصاد في العالم تراجع إلى 52
58.8 نقطة الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة منذ يونيو من عام 2020 عندما كان القطاع ينتشل نفسه من ركود أثارته جائحة كورونا. وتشير قراءة للمؤشر فوق 50 إلى نمو في قطاع الصناعات التحويلية الذي يشكل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. ومع بروز أهمية الطاقة لعمل المصانع الأمريكية، أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الأمريكية أن مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي للولايات المتحدة هبط بمقدار 4.6 مليون برميل على مدار الأسبوع الماضي. وأشارت البيانات أيضا إلى أن مخزونات الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي تراجعت إلى 469.9 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ مايو من عام 1985. وفي مارس الماضي حدد الرئيس الأمريكي جو بايدن خطة لسحب مليون برميل يوميا على مدار 6 أشهر من الاحتياطي البترولي للتصدي لزيادات في أسعار الوقود أسهمت في صعود حاد للتضخم. أكدت صحيفة الجارديان البريطانية أن أسعار المواد الغذائية في العالم ولا سيما في الدول النامية تشهد ارتفاعا غير مسبوق في ظل الأزمة الأوكرانية. وأضافت الصحيفة البريطانية أن التقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مستويات التضخم تسببت في ارتفاع أسعار المواد الغذائية في العديد من الدول الغنية. ووصلت معدلات التضخم في أسعار المواد الغذائية في بعض دول العالم في يونيو الماضي إلى 155%، بينما ارتفعت في دول أخرى لتصل إلى 255%، وبلغت ذروتها في دول أخرى لتصل إلى 332%. أبلغ الكرملين الولايات المتحدة بأن الوقت ينفد أمام إجراء مفاوضات لاستبدال معاهدة نيو ستارت للحد من انتشار الأسلحة النووية. وأشار الكرملين إلى أنه إذا انتهت صلاحية المعاهدة في 2026 دون استبدالها، فسيؤدي ذلك إلى إضعاف الأمن العالمي. وتلزم معاهدة نيو ستارت المبرمة عام 2011 الولايات المتحدة وروسيا بالحد من نشر الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من غواصات وقاذفات القنابل الثقيلة المزودة بأسلحة نووية. كما تضع المعاهدة قيودا على الرؤوس النووية المثبتة على الصواريخ المنشورة وقاذفات القنابل وراجمات تلك الصواريخ. أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي التابع للبيت الأبيض جون كيربي أن الولايات المتحدة ليس لديها تأكيد من خلال تحليل الحمض النووي لمقتل زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري في قلب كابول، لكنها تأكدت من هويته من خلال مصادر أخرى. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مقتل زعيم تنظيم القاعدة الإرهابي أيمن الظواهري يوم السبت الماضي بغارة أمريكية. وقال بايدن في خطاب للشعب الأمريكي إن الظواهري كان زعيم القاعدة ومساعد أسامة بن لادن، وهو متورط في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر، وقتل قرابة 3000 شخص، وخطط للكثير من الهجمات على الأمريكيين والمصالح الأمريكية. السادسة مستمرة وتتابعون فيها. مرسوم أميري بحل مجلس الأمة الكويتي بعد ساعات من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. أعلنت وكالة الأنباء الكويتية صدور مرسوم أميري بحل مجلس الأمة. وقال ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح إن قرار حل البرلمان جاء تصحيحا للمشهد السياسي بما فيه من عدم توافق وتعاون وممارسات وتصرفات تهدد الوحدة الوطنية، مشيرا إلى وجوب اللجوء إلى الشعب بإعادة تصحيح المسار بالشكل الذي يحقق مصالحه العليا.
كانت الحكومة الكويتية الجديدة قد أدت اليمين بقصر بيان أمام ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح. وقال ولي عهد الكويت أن الحكومة الجديدة أمام مسؤوليات كبيرة وأمانة عظيمة تحملها تجاه الوطن والمواطنين، لا سيما في هذه المرحلة المهمة التي تتطلب مضاعفة الجهود لتسريع عملية التنمية والبناء في البلاد، مشددا على ضرورة العمل على حل مشاكل المواطنين التي يواجهونها في الوزارات والدوائر الحكومية. رفض رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر التشكيك بنتائج الاستفتاء الأخير، معلنا عن تلقي 3 طعون شكلية. وأوضح بوعسكر خلال مؤتمر صحفي أن هذه الطعون لم تتعلق بنتائج التصويت ولن تؤثر على النتائج النهائية للاستفتاء التي من المزمع الإعلان عنها خلال أيام. وأضاف أن عددا من أحزاب المعارضة أرادت التشكيك في نتائج الاستفتاء، لافتا إلى أن المحكمة الإدارية لن تستطيع بعد النظر في الطعون الحكم بإلغاء الاستفتاء لأن الطعون شكلية، مؤكدا أن النتائج التي تم الإعلان عنها مسبقا سليمة وصحيحة. جدد رئيس إقليم كردستان العراقي نيجرفان بارزاني دعوته لحوار شامل في أربيل. وأعرب بارزاني عن دعمه لمبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للحوار بين الأطراف السياسية العراقية لإيجاد مخرج للأزمة الحالية والعمل معا للوصول بالوطن إلى بر الأمان. وأضاف رئيس إقليم كردستان العراق أن بغداد بحاجة إلى الحوار والتفاهم والمسؤولية المشتركة لإنقاذ البلاد. أعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي تأييده مبادرة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن الأحداث في البلاد. وشدد الحلبوسي في تغريدة على تويتر على أهمية جلوس الجميع إلى طاولة الحوار، مؤكدا على المضي بخطوات عملية لحل الأزمة الراهنة وصولا إلى انتخابات نيابية ومحلية وفق توقيتات زمنية محددة. في سياق متصل، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرو تأييده لدعوة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي للأطراف العراقية للحوار والتشاور. وأعرب ماكرو في تغريدة له عبر تويتر عن قلقه بشأن الوضع في العراق، مشددا على ضرورة أن يسود الهدوء وضبط النفس. قدرت شركة تأمين سويسرية خسائر العالم الاقتصادية بسبب الكوارث الطبيعية في النصف الأول من العام الجاري بنحو 72 مليار دولار. وقالت الشركة إن أثار تغير المناخ تتمثل في الظواهر المناخية الشديدة بشكل متزايد مثل الفيضانات غير المسبوقة في أستراليا وجنوب أفريقيا. قال حاكم ولاية كنتاكي الأمريكية إن ما لا يقل عن 37 شخصا بينهم 4 أطفال لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في شرق الولاية. ووصلت السلطات العمل في إنقاذ السكان وتوفير الطعام والمأوى لآلاف النازحين. وهذه الفيضانات هي ثاني كارثة كبيرة في كنتاكي في 7 أشهر، وذلك بعد حدوث عدد كبير من الأعاصير أودت بحياة قرابة 80 شخصا في الجزء الغربي من الولاية في ديسمبر الماضي. أعلنت الشرطة الأوغندية ارتفاع حصيلة الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد إلى 22 قتيلا و10 جرحى. وفاض نهران إثر أمطار غزيرة تسببت بفيضانات موحلة مما أدى إلى أضرار جسيمة وأرغم مئات السكان على مغادرة منازلهم. وأوصت السلطات السكان بالانتقال إلى مناطق آمنة أكثر، حيث ما تزال الأمطار تتساقط على ميبالي التي تقع على مسافة 300 كيلومتر تقريبا نحو شمال شرق العاصمة كامبالا. أعلنت مديرية الصحة بالدقهلية إطلاق قافلة طبية داخل قرية قراش بمركز ومدينة بلقاس بالدقهلية
ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة. بدوره قال وكيل وزارة الصحة بالدقة أهلية الدكتور شريف مكين إن القوافل تشمل جميع التخصصات وصرف الأدوية وإجراء الفحص الطبي للحالات المزمنة وتحويلها للمستشفيات لاستكمال العلاج وإجراء العمليات الجراحية جميعها بالمجان. وأوضحت مديرية الصحة أن القوافل تستمر لمدة يومين بالقرية المستهدفة لإجراء الكشف الطبي على أكبر عدد من المواطنين المستحقين وإجراء التحاليل والأشعة اللازمة وتحويل من يستحق لأقرب مستشفى لإجراء العمليات اللازمة وذلك بالمجان. واستكمالا لمتابعة مشروعات حياة كريمة، شهدت محافظة البحيرة وضع اللمسات الأخيرة في أكثر من مشروع بمختلف القطاعات. ومن أبرز المشروعات التي تم إنجازها مشروع مجمع خدمات المواطنين بقرية إفلاقة، والذي يضم الشهر العقاري والسجل المدني ومكتب التموين والوحدة المحلية والمركز التكنولوجي، بالإضافة لمجمع الخدمات الزراعية. وخلال الفترة المقبلة سيتم تسليم مشروعات نقطة الإسعاف والوحدة الصحية والمركز الطبي ووصلات المياه ومشروع كتابي، والتي تخطت نسبة الإنجاز فيها 70% حتى الآن. وفي محافظة الأقصر تابع فريق مبادرة حياة كريمة المشروعات التي تتم على أرض الواقع لخدمة الأهالي في مركز إسنا ومركز أرمنت، حيث تجري التشطيبات النهائية لأكثر من مشروع. وتضم هذه المشروعات مركز الشباب ونقطة الإسعاف ومجمع الخدمات ومحطة رفع الصرف الصحي بقرية الريانية، بالإضافة لمشروعات عمارات سكن كريم بقرية الرزيقات والتي تصل إلى 27 عمارة سكنية. أعلن وكيل وزارة الصحة بالمنيا الدكتور محمد نادي أنه جرى الانتهاء من إجراء 9454 عملية مجانية في مختلف التخصصات خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية يوليو 2022. وأضاف وكيل الوزارة إلى أنه تم التوجيه بتسهيل المعوقات وتوفير الوقت وحل المشكلات التي تواجه المواطنين في إطار مبادرة الرئيس السيسي للقضاء على قوائم الانتظار. والآن إلى آخر أخبار المال والأعمال. وفاطمة خليل، أهلا بك. أهلا بك سحر ناجي، أهلا بك يوسف عبدين، وأهلا بكم مشاهدينا وجولة اقتصادية جديدة. أعلن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو الماضي سجلت أرقاما قياسية جديدة، محققة أعلى معدل عبور شهري في تاريخ القناة وأعلى حمولة صافية شهرية وقدرها نحو 125 مليون و100 ألف طن، ما انعكس على زيادة عائدات القناة لتسجل أعلى إيراد شهري في تاريخها بلغ نحو 704 ملايين دولار. وأوضح رئيس الهيئة أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر يوليو شهدت عبور 2103 سفن من الاتجاهين مقابل عبور 1670 سفينة خلال شهر يوليو من العام الماضي، بفارق 433 سفينة وبنسبة زيادة قدرها نحو 25.9%. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تقريرا بعنوان قطاع الطاقة يستعد لتغيرات جذرية تزامنا مع التغير المناخي السياسي والتحالفات الدولية. سلط التقرير الضوء على توقعات المؤسسات الدولية بأن يواجه العالم خطر حدوث أزمة طاقة، كما يستعرض التقرير التوقعات العالمية بعودة الطاقة النووية إلى المشهد العالمي في ظل احتدام الأزمة الحالية. أشار التقرير إلى نقص الاستثمار في قطاع الطاقة خلال سنوات الماضية، حيث بلغ الاستثمار في قطاع النفط والغاز نحو 341 مليار دولار فقط في عام 2021، أي أقل بنسبة 23% من مستوى ما قبل كورونا البالغ نحو 525 مليار دولار، وأقل بكثير من الذروة الأخيرة في عام 2014 البالغة 700 مليار دولار وفقا لمؤسسة الطاقة الدولية.
عقدت اللجنة المصرية اليابانية اجتماعها الثاني بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف الترويج للاستثمار. وخلال الاجتماع أكد رئيس الهيئة الاستثمار المستشار محمد عبد الوهاب أن الهيئة تكثف جهودها لجذب الاستثمارات اليابانية، وذلك لما لها من قيمة مضافة وفوائد تنموية للاقتصاد المصري. وأشار عبد الوهاب إلى أن الهيئة نجحت في جذب العديد من المستثمرين اليابانيين الجدد إلى مصر، كما نجحت في تشجيع الشركات اليابانية العاملة في مصر بالتوسع في السوق المصرية. هذا وأشار إلى أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وتطوير سياسات جديدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ناقشت اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر ومعرض مصر الدولي السادس للبترول إيجيبس 2023 في اجتماعها الأول برئاسة وزير البترول طارق الملا التجهيزات الجارية لتنظيم هذا الحدث السنوي المقرر إقامته في فبراير المقبل بالقاهرة. كما تم استعراض أهم محاور المؤتمر الذي يركز على موضوعات للصناعة تواكب المتغيرات العالمية الحالية المؤثرة على قطاع الطاقة. ومن المتوقع أن يشهد الحدث في نسخته السادسة حضور أكثر من 32,000 مشارك و11 وزيرا للبترول والطاقة وسبعة أمناء عموم للمنظمات الدولية للطاقة و14 رئيسا للشركة عالمية كبرى. كما سيشهد المعرض المصاحب مشاركة متوقعة من أكثر من 500 عارض و15 دولة. إلى البورصة المصرية، حيث أنهت المؤشرات الجلسة على ارتفاع جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين. ارتفع رأس المال السوقي بنحو 4,900,000,000 جنيه ليغلق عند مستوى 635,750,000,000 جنيه. أما على صعيد المؤشرات، فتح مؤشر إي جي إكس 30 عند 9,423 نقطة مرتفعا بنسبة 2%، ليصل إلى مستوى 9,442 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان عند 1837 نقطة مرتفعا بنسبة 83% ليغلق عند مستوى 1852 نقطة. كما فتح مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان عند 2699 نقطة مرتفعا بنسبة 97% ليغلق عند مستوى 2725 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تبانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي نحو 18.98 جنيه للشراء و19 جنيه و6 قروش للبيع. أما بالنسبة للسعر اليورو، وصل سعره إلى 19.39 جنيه للشراء و19 جنيه و48 قرشا للبيع. أما عن سعر الجنيه الاسترليني، وصل سعره إلى 23.18 جنيه للشراء و23 جنيه و28 قرشا للبيع. أما عن أسعار العملات العربية، وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى 5.16 جنيه للشراء و5 جنيهات و19 قرشا للبيع. أما عن سعر الريال السعودي، وصل سعره إلى 5.05 جنيه للشراء و5 جنيهات و7 قروش للبيع. فتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض بسبب المخاوف من تداعيات زيارة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوتشي لتايوان، والتي ستؤدي إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 33%، كما نزل المؤشر ستاندرد أند بوز 500 بنسبة 35%. الانخفاضات امتدت كذلك لمؤشر ناسداك المجمع الذي هبط بنسبة 66%. مشاهدينا، نهاية هذه الجولة الاقتصادية، عودة مرة أخرى لسحر ويوسف لاستكمال ما تبقى من السادسة. شكرا لك فاطمة. ومن جولتنا الاقتصادية إلى تذكرة بالعناوين. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة خطة الدولة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج واستعادة القطن المصري لسابق عهده. مدبولي يؤكد مواصلة جهود الدولة لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمار العالمي. رغم التحذيرات الصينية، رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي تصل تايوان، والخارجية الصينية تستنكر. بهذه العناوين وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة السادسة. شكرا على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.